فلك المعروس لما قال مقتل الإنسان في اللسان، حياته مماته سعادته وشباب توقفين على كلمة ينطق بها لسان. اللي خلين نبوح لبصر حرست طول عمري خبيه عنه. روح دلوقتي حكون السبب في العذاب اللي حيشوفه. عملت راجل كان خلي البال زي الطفل. انا رميت نفسي في النار عشان ينجح هو ويبقى راجل محترم. انت عملت اللي عليك، جيت دور هو يتحمل مسؤولية نفسه. والله لو بقى عنده 100 سنة هيفضل في عينة طفل صغير. وانت هنبص الحال، عمر الضابط طلب مدد من المديرية وناوي يضرب ضربته. يا ترى يا دكتور انت ناوي على ايه؟ ما تنسى الكفر باللي فيه. الرشايدة بطلوا يزرعوا مخدرات والقرش في ايديهم نشف. ما تيجي نرحل، الجبل واسع وندور على حتة يكون فيها القرش بيجري. ارحل، عايزين اعيش عيش الغدر عيش المطريد. مراتك يا سامي، ما يهمنيش اي حاجه في الدنيا غير اني اكون جنبك. يلا ابني حياتنا في مكان تاني غير هنا. ده كان رايي في اول الليل. ودلوقتي دلوقتي انا محتار، بدور على الحقيقه والحقيقه مره ادفع ثمنها غالي. أنا جيت البلد دي وحلمت إني أحقق حاجات كتير، لكن كل أحلامي اتحطمت على صخور الجبل اللعين ده. أمان! أمان! أنا مات مرتين، مرة زمان لما رشيد طخه والتانية دلوك لما حاولت تمد يدك علي وظنيت إن أنا القاتل. الرشيد وراني الدليل وصدقته. طب ليه نكرت نفسك مني؟ ليه استخبيت عني الفترة الطويلة دي؟ لأجل ما يبقى توبك نظيف. توبك نظيف. بخلي واحد صاحبي من الكويت يبعت لي الجوابات على إنها مني، لاجل ما تحملش ذنب اخ عايش مع المطريف. انت لكرت نفسك مني علشان عامله سودة ما عملهاش الا مجرم قلبه اسود. هذه كل اللي عملتهولك يا سامي، يا دكتور سامي، تقول عليا يا قلب اسود بعد ما خليتك راجل ومتعلم تبحرم نفسي من لقمه عشان احطها في خشمك، تقول عليا يا مجرم. انا خبيت عليك لاجل ما تعيش سعيد، كان نفسي اشوفك متعلم واتباهى بيك وسط الخلق كلها. طب والقاضي وحكم المحكمه؟ قلت لك الرشيدي سلك بندقيتي وطخ بيها ابوه ويقتله ليه؟ وقف قصاد الرشيدي واسرق حسابات الجمعيه الزراعيه. قام الرشيدي لعب لعبته وقتله. وايه الدليل؟ ولا دليل عندي ولا عايزك تصدقني. سامي سامي شيل يدك من الموضوع خالص. سيبنا الرشيدي، احنا الاثنين اموات نعرف خلاصنا. انت حي، انزل الناس
عيش وسطيهم وانفعهم بعلمك. لا، انا مش هنزل من هنا لما اعرف الحقيقة. بعد كل اللي قلته لك تقول الحقيقة؟ الرشيد قتل ابوك. هتفضل شايل همك لوحدك كده؟ اتكلم يا سامي، احكيلي، يمكن اقدر اخفف عنك. همي وعذابي وحيرتي حمل تقيل، لكن انكتب عليا اشيله لوحدي. متقولش كده يا سامي، انا مراتك، حبيبتك، انا مليش في الدنيا دي غيرك انت. متحسسنيش ان انا بعيد عنك. انت اقرب ليا من نفسي، بس انا تايه بدور على الحقيقه ومش عارف الاقيها. قلت لك نبعد عن هنا، نسيب كل حاجه ونشوف مستقبلنا، اكيد هنبقى سعداء. لا، انا مش ضعيف، انا لو مشيت من هنا هبقى بهرب من نفسي ومن حقيقتي، وانا لا يمكن امشي من هنا الا لما اوصل للحقيقه. كلمك ده بيخوفني من الحقيقة اللي انت عاوزها، لكن مادام دي رغبتك انا هفضل جنبك لغاية ما توصل للي انت عاوزه. منك لله يا رصيدي، منك لله، تسرق ارض مني يا رصيدي، منك لله. التفاهم ما يبقاش في الشارع يا حجة. انت تعرف الحياة؟ طلع فلوس بالفايز وتدفع حقة الأرض، روح منك لله. من اللي قال للدكتور إني قتلت أبوه؟ الموضوع ده لو انفتح يبقى مش هنخلص. التمرج شافه بعينيه وهو طالع الجبل. يكون بيعمل اتفاقية ضدنا، يكون حاطط يده في يد المطاريد. اطخه ديت رصاصتين كيف ابوه. رشيدي رشيدي رشيدي، عايز ايه من طرف؟ عايز سلامتك، بقالك اسبوع من سائل عني. خلاص المطاريد اخدوه وبطلنا نزرعه. اديني حتاني، تعبان قوي 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 يا رجل. روح شوف لك قبر طويل. منك لله يا رشيدي، منك لله يا رشيدي، منك لله، منك لله. وريني بوقك. تفضل. يسلم ايدك يا دكتور. قولي لي يا حاج. ايوه يا ابني. مش فاكر حاجه عن قضيه قتل العدوي ده؟ شيء بقاله زمان من سنين. الرشيدي هو اللي قتله مش كده؟ الرشيدي ظالم، بس الانسان لازم يقول الحق. الرشيدي بريء من دم ابوك. بس انا سمعت الناس بتقول ان الرشيدي قتله ولبس القضيه لاخويا. لا يا ابني، الظلم حرام. فوتك بعافيه يا دكتور. اسمع يا جابر، الصاحب اللي يضر عدو مبين. بيني وبين الدكتور سامي يخصني وحدي. اخوك بلغ عنا وهيج الدنيا علينا. ده مش اخويا بدران، ده ابني. قعدت سنين طويله ربيه لاجل ما اشوفه راجل. حرمت نفسي من كل شيء في الدنيا لاجل ما يصبح دكتور واتباهى بيه قدام الخل واشوف نفسي فيه. جاي النهارده عايزني اتخلى عنه بالبساطه دي؟ مستحيل مستحيل يا بدران. بكره الحكومه تحاصر الجبل وتصطادنا واحد ورا الثاني.
قصدك ايه يا بدران؟ اياك تكون خايف، احنا ما نخافش حتى من موت، لكن يعز علينا نروح وبلاش من تحت راس عين. مش لاقد عليه معشيتنا يفارقنا يا بدران. انت قلت؟ طب احنا مفارقينك كلنا، كلم عن نفسك بس. دكتور الا فين حل باسم يا دكتور؟ طب تعالى معايا، عندك طلبي بس تعالى معايا العياده. عندي طلبك. هات ابوس ايدك. مش قبل ما تجاوب على سؤالي. سؤالي مين اللي قتل العدوي؟ اخوك جابر. يبقى مش هديك حاجه. هي دي الحقيقة، الحقنا معروف. خلي الرشيد يديلك. الرشيدي مفتري، هو اللي علمني كيف وخلاني مدمن. وخلاك شهدت زور وحلفت يمين الله باطل قدام القاضي. غصب عني ناوي منك كيف، مش قادر. الرشيدي هو اللي قتل ابويا؟ ايوه هو اللي قتل، انا اللي سرقت بندقية اخوك. هات الرشيدي قتل ابوك في الجمعية. هات هات هات, هات. عمر الرشيدي، محمود الرشيدي هو اللي قتل ابويا، ده انا متاكد. انا مش فاضي يا سامي، احنا طالعين نقبض على المطارية دي. زعيم المطارية دي بقى اخويا، اديني فرصة اطلع اقنعه وسلم نفسه. على العموم هنديهم انذار قبل ما نضرب عليهم. اطلع. كل حاجة نهايته هتكون على يدي، مش عايز الليل يمس عليه وهو حي. قول الله يرحمه. فين جوزك يا جميلة؟ ما اعرفش. انت عاوز منه ايه؟ ارجع البيت ابوك دلوقتي. انا ما سيبش بيت جوزي. اعجلي يا جميلة، جوزك ناولنا على الشر. ارجع البيت ابوك. الشر باين في عينيك انت ناويين تعملوا ايه في سن؟ لو ناويين تقتلوه يبقى قتلوني انا الاول. سامحني
سامحني يا اخويا. صدقتني بريء. انا ظلمتك يا جابر ولازم ارد لك الجميل. ما تقولش جميل يا سامي، انت اخويا، انت ابني، كنت بعد الايام والليالي لاجل ما اشوفك دكتور، كنت بتمنى افضل عايش لاجل ما تحرجش لحد، تمد يدك. النهارده انا مطمن عليك، عايزك تبتدي طريقك ابيض نظيف. اما انا في طريقي، انا طريقي عارف نهاية. لا، طريقك هيبقى نظيف، انا هثبت براءتك. جابر سلم نفسك يا جابر، وانا عندي الشهود اللي هيثبتوا براءتك. بعدين الحكم اللي عليا سقط بقاله 15 سنة. مستحيل اسلم نفسي دلوقتي قبل ما انتقم من رشيدي وخلص تاري منه. سبق وقلت لي ابعد عن الرشيدة. انا النهاردة اللي بترجاك، ابعد عنهم يا جابر ارجوك. الايام سبق وبعدت بينا، والايام دلوقتي هي اللي بتجمعنا. جابر انسى الانتقام، الانتقام مش هيرجع اللي فات. خلاص يا جابر. Woo!
عرفتم يا رشيدي ان جابر العدوي، جابر العدوي اللي قتلت ابوه وشرتني في الجبال مع المطريد بالوك اللي هاخد بتاري منك. معلش يا سامي، اللي كنت عارف نهايتي. خد مراتك وامشي، مش من غير ما تبص وراكم عشان خاطر انسى الماضي. انساني يا اخويا، انساني خالص. انا مش هتخلى عنك، مش هتخلى عنك ابدا يا جابر.